في إطار العمل لتعزيز الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وامتداداً لنهج وزارة الداخلية في توفير الخدمات الإلكترونية للجمهور، فقد دشنت إدارات وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية بالتنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. تحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات الرائدة في تطبيق الخدمات الإلكترونية عبر مختلف الإدارات الخدماتية، وذلك لتقديم أفضل مستوى ممكن من الإجراءات الحكومية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وبأعلى درجات الجودة والكفاءة في الظروف كافة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. قامت هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية بالعمل مع وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور، شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، خفر السواحل ومدرسة تدريب الحراسات بتدشين 20 خدمة إلكترونية جديدة عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية. من ضمن باقة الخدمات المدشنة في مجموعة من الخدمات تابعة لهيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية، هذه الخدمات تشمل طباعة إفادة العنوان السكني وطلب تغيير العنوان السكني وكذلك التحقق من صحة الإفادة. وفي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية احنا مستمرين في عملية التحول الإلكتروني مع وزارة الداخلية، وقريبا إن شاء الله يتم حاليا العمل على 26 خدمة إلكترونية جديدة راح يتم تدشينها على مختلف القنوات الإلكترونية. وفي ذات الإطار تبنت إدارات وزارة الداخلية هذه المبادرات الرائدة من خلال استحداث خدمات إلكترونية عديدة، الأمر الذي يسهم في تحقيق انعكاسات إيجابية واسعة على الأصعدة كافة. تفضل سيدي معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الموقر بتدشين 3 خدمات إلكترونية للتأشيرات، وتتضمن هذه الخدمات إصدار التأشيرة، تحويل التأشيرة، وإلغاء التأشيرة. إصدار التأشيرة بإمكان إصدار تأشيرة زيارة سياحية، عائلية، أو رجال أعمال. الخدمة الثالثة هي إلغاء التأشيرة، بإمكان لصاحب الطلب إلغاء التأشيرة من خلال الموقع بعد الدخول على المفتاح الإلكتروني. تشكل هذه الخدمات إضافة للخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في موقع الحكومة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين والمقيمين بالحصول على الخدمات إلكترونيا بدلا من مراجعة مراكز الخدمة. الخدمات اللي تم تدشينها مؤخرا من قبل سيدي معالي وزير الداخلية تأتي ضمن إطار دعم معاليه لخطط الإدارة المتكاملة للتحول الرقمي في تقديم خدماته، تحديدا الخروج من الإطار التقليدي لتقديم هذه الخدمات إلى التحول الإلكتروني في تقديمها. وهذه الخدمات تشمل 6 خدمات هي استكمال لباقي الخدمات اللي تقدمها الإدارة العامة للمرور، وهذه الخدمات الست هي خدمة إعادة إصدار شهادة الملكية وتملك الرقم المميز وإعادة الاحتفاظ بالرقم لوحة التسجيل والاستعلام عن مكاتب مباشرة الحوادث ومكاتب مراكز تقديم الخدمات، وأيضا الاستعلام عن مراكز الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور أو المراكز الخارجية. تم تدشين نظام مدرسة تدريب الحراسات الإلكتروني بالتعاون مع هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية، وتم إضافة 4 خدمات إلكترونية: إدارة بيانات مندوبي الشركات الأمنية، إضافة مواقع الشركات الأمنية، إلغاء مواقع الشركات الأمنية، وعرض مواقع الشركات الأمنية. وتأتي هذه الإضافة بناء على توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية وسيدي سعادة رئيس أمن عام للتحول الإلكتروني، وإن شاء الله في الفترة القادمة سيتم العمل على إضافة مزيد من الخدمات. يأتي إطلاق الخدمات الجديدة في إطار عملية التحول الإلكتروني لخدمات وزارة الداخلية والتوسع فيها، ما يسهم في تحقيق التميز في الأداء وسرعة الإنجاز وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، وهي ترجمة لاستراتيجية العمل الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.